الملاحظ شيخ صالح فيما فهمت من هذه الرسالة أن في زكاة الحلي ثلاثة أقوال: قول بالتزكية، وقول بعدم وجوبها، وقول بالتزكية لمرة واحدة في العمر. ما هو الرأي الذي توجهونه وترجحونه شيخ صالح؟ هذا الرأي الثالث ليس بشيء. الذي هو؟ الذي هو يزكيه مرة في العمر. فهو إما أن يزكيه كل سنة، نعم، وإما أن لا تجد فيه الزكاة. القولان المشهوران. طيب، نعم. طيب، والذي يميل إليه الشيخ صالح الفردان؟ الاحتياط. الاحتياط. أما الإيجاب فلا أرى الإيجاب، لكن من باب الاحتياط. ما شاء الله. ما شاء الله.